حتى الماضي ثلاثة كافة الفريق. أهلا وسهلا مرحبا بأمل أمل أمل اللي تسلم على ياسين برشا برشا تاكسيست اللي وصلها تقول لك ميرسي يا ياسين. تاكسي قداش أمل الرقم 745 اليوم ارتركبوش معاه بلاش لي خليه يخدم على روحه اليوم ياسين. إن شاء الله ربي يكون في عونكم التاكسيستية الكل والناس اللي تخدم وتسمع فينا. شكرا لكم على الثقة المتجددة. نورهان بكار في الإعداد أهلا وسهلا مرحبا قاعدة بجنبي تونسية. فاطمة أهلا وسهلا مرحبا وصديقة الحصة أميرة أميرة أهلا وسهلا فوتوغراف المزيانة زاد نسلم عليها برشا ليكيب الكل يسلم عليكم يقول لكم تونس معنا حتى الماضي ثلاثة وقاية المرشي تتسويت كابتي المرشي سيرة شرياحي مرحبا بيك. صباح الورد صباح الفل تحية ليك تحية لمشاهديك ومستمعيك وفريق العمل معك. شكرا ليك يعيشك. شكرا ليك مشكور جدا رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك في موعد متجدد معاك على غرار الكابوتشينو الصباحي. طبعا باش نحكيو في الفقرة المعتادة على الأسوام بتاعنا في المرشي كيفاش كنت اليوم نلقاو في خضروات الجنارية البيضة بالفين البصل الجاف الدينار 600 البصل الأخضر الدينار 400 المعدن 600 الفلفل الحلو 3750 الفلفل الحار 3500 البطاطس 1600 الطماطم دينار 400 الكرفس 600 الجلبانة 6500 البسباس 2000 السفنير دينار 600 السلق 600 بالنسبة للغلال دقلة فراك 6000 دقلة فروع 10000 منزاز 6000 التفاح 4000 القارص دينار 800 الكليمونتين 2000 البرتقال تمسون 2500 البرتقال المسكي 2200 بالنسبة للحوم اللحوم الحمراء نقر حم الضأن 40 دينار الحم البقري هبره ب 39 دينار بقري بالعظم ب 24 دينار بالنسبه للدواجن نسقاو الدجاج جاهز للطبخ 8790 البيض العظم الحار دينار و 400 السكالوب 16 دينار هذه اهم الاسعار نلقاو زياده في اسعار اللحوم الحمراء نلقاو زياده في بعض الغذاء واستقرار في اللحوم البيضاء والدواجن في الدواجن فما استقرار ما فماش ندرة ما فماش نقص في بعض المنتوجات الدواجن فما استقرار لكن زيادة في اللحوم الحمراء وخاصة اللحم العلوش اللحوم الحمراء فما زيادة في الفرنس بين البارح واليوم 3000 يعتبر برشا سيلوتي بين البارح واليوم راه كان 37 ولا 40 وتعرف راس العام على ذاك احنا في راس العام متعودين بالتونسي كما ديما نقول لكم يحتفل بالدجاج التونسي اكثر منه ما نلقاوش جيب الدجاج ولكن الدجاج هو اللي حافظ على الاستقرار نتاعه نظرا للرقابه ونظرا لعده حاجات اخرين دونك هذا المنتوج تلقاه حاليا توا في استقرار بالعمر. يعطيك الصحه يا سي لطفي شكرا ليك وعامك مبروك. شكرا الله يخليك. شكرا لرئيس المنظمه التونسيه لارشاد المستهلك. كانت هذه الاسعار تقريبا باش تلقاها في لي مارشي نتاع تونس الكل مع 3000 فرنك زادت 3000 كمان زادت بين النهارين في اللحوم الحمراء اللي ما توقعناهاش انه الدواجن هي اللي توقعنا باش تزيد شويه ولكن فما استقرار ملحوظ من اول الاسبوع الى اخر الاسبوع. البدايه باش تكون مع كارول اسماحه مبخافه.